بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم العزيمة والأمل، بسم النصر، بسم الحرية. نبدأ حلقتنا النهاردة من برنامجكم انتبهوا أيها السادة. مين فينا جسمه ما بيترعش لما يسمع أغنية بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله؟ ومين فينا ما بيرقص من الفرحة أما بيسمع أغنية حلوة بلادي، السمرة بلادي، الحرة بلادي؟ ومين فينا ما بيبصش للسماء ويبتسم أما يسمع حليم وهو بيقول النجمة مالت على القمر فوق في العلالي؟ الأغاني دي وغيرها كتير طبعا بتفكرنا بروح أكتوبر. بكرة إن شاء الله حيوافق 6 أكتوبر. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة مرور 43 سنة على حرب أكتوبر اللي رجعت لنا أرضنا وصانت كرامتنا وعرضنا. بالبلدي كده بيقولوا الواحد ما بيبقاش على راحته غير في بيته. فتخيل بقى لو في حد غريب عاوز يعيش معاك في نفس البيت واخد أوضة غصب عنك وبيتعامل على إنها بتاعته، واللي يعمل كده أكيد هيدخل على الأوضة اللي بعدها واللي بعدها لحد ما يسيطر على البيت كله. وساعتها يا إما هيمشيك خالص من بيتك يا إما هتعيش تحت أمره مذلول طول عمرك. المصريين قبل يوم 6 أكتوبر 73 كان العدو الصهيوني قالق راحتهم ومغتصب حتة من أرضهم اللي هي سيناء. لا، والأسوأ إنهم كانوا معتبرين إن ده حقهم. لكن مصر العروسة البهية رجالتها ما تعلموش أبدا إنهم يفرطوا في حبة رمل واحدة من أرضهم. والمصري لما يقرر حاجة مفيش حد في الدنيا يقدر عليه، والشعب اللي ليه ظهر صلب عمره ما يعيش مذلول. جيشنا العظيم قرر يرجع الفرحة للعروسة مصر ويحررها من العدو. طبعا في كانت ناس بتقول العروسة هترجع ازاي، ده المهر غالي. لكن جنودنا اللي ما بيعرفوش اليأس ما ترددوش لحظة واحدة في دفع المهر. دفعوا حياتهم تمن ورووا بدمهم أرض سيناء وقالوا ما يغلاش عليكي يمو الدنيا. الحكاية مش مجرد حرب وتحرير أرض، لا، دي حكايات وروايات عن جيشنا اللي صنع مستحيل وقدر يجيب مناخير عدونا الأرض واداله درس مش هينساه طول عمره. يعني اليوم ده بالنسبة لهم مأساة، وتلاقيهم قاعدين دلوقتي طبعا مش عاوزين بكرة يجي ونفسهم يشطبوا يوم 6 أكتوبر من التاريخ. رجالة مصر كان عندهم ثقة في الله وفي نفسهم، وقبل ما يشيلوا السلاح ويستعدوا للمعركة كان في سلاح ما يقلش أهمية أبدا عن الدبابات والرشاشات والقنابل. السلاح ده هو الأمل، الأمل اللي خلانا نقدر نحطم أسطورة خط بارليف اللي الصهاينة كانوا مستخبيين وراء. لكن إحنا عرناهم في 6 ساعات بس. مصريين كلهم اللي على الجبهة واللي في البيوت كانوا إيد واحدة. العساكر في المعركة كانوا بيتقسموا اللقمة وبق المية وبيفادوا بعض بأرواحهم. والناس نزلت من بيوتها يدوروا على أي حاجة يساعدوا بيها جيشهم، اللي يتبرع بالدم واللي راحت تشتغل ممرضة تخدم العساكر المصابين. الكل وقتها فعلا حس باحتياج مصر لأي مساعدة عشان تقوم من تاني. لو عادنا نتكلم عن الإنجاز الخيالي اللي حققه جيشنا في حرب أكتوبر محتاجين 100 حلقة وأكتر. لكن الحرب علمتنا درس مهم جدا، هو إن طول ما في أمل مفيش حاجة اسمها مستحيل. وبالأمل والتفاؤل هنبدأ حلقتنا النهاردة. وأنا عايزة أقول لكل المصريين إن إحنا نعتبر نفسنا في الوقت ده في حرب، حرب ضد الإرهاب، حرب ضد الناس اللي بتحاول إنها تقول إشاعات كاذبة عن مصر واللي بيحصل فيها. فالحرب دي فعلا محتاجة إن إحنا كلنا نقف إيدينا في إيدين بعض، ما نخونش بلدنا يا جماعة. أنا بسمع ناس كتير قوي وللأسف منهم شباب
يقول يعني هو حصل ايه؟ لا حصل ايه بقى؟ ارجع للي حصل وانت تعرف، ما تقولش كلام خلاص عشان تبقى قال يعني ثوري. لا بالعكس، انت لازم تعتز ببلدك ولازم تعتز بالانجازات اللي عملها ريسنا. ما تقولوش ما تفتوش كتير عشان انتوا تحبوا تتكلموا، تحبوا ترغوا من غير ما ترجعوا للي حصل. قول لك قناة السويس دي ايه يعني بعد كام سنة؟ طب وماله؟ ما هو انت ان امرت ان تطاع فأمر بما يستطاع. انت لما بتكون بتجهز بيتك وبتفرش بيتك، ده بيحصل في التو لحظة؟ بيحصل في يوم او يومين او ثلاثة او اسبوع او شهر؟ لا، بياخد منك وقت شوية. فأرجو ان انتوا تتفائلوا، وأرجو ان انتوا يبقى عندكم امل في بكرة، ونحب مصر. انا واثقه ومتاكده انه ناس كتير كتير قوي بتحب مصر، بس في ناس برضو بتحاول تفتي كتير. اللي بيفتي يرجع للي حصل ويراجع نفسه كده شويه ويهدى كده على نفسه، ما يبقاش يعني قال يعني الواد يعني بيتكلم او البنت بتتكلم، كل الكلام ده مفيش فايده. تحيا مصر.